الكابتن محمد أبو تريكة أيضا في تفكير في الاستفادة منه، ولا هندخل في الاعتبارات اشمعنى أبو تريكة الأمنية؟ لا طبعا لا، كان في أخبار نشرت كثيرا يعني عن إن كلنا عارفين أن هناك اعتبارات أخرى لمحمد أبو تريكة. محمد أبو تريكة برضو ما هو يعني ما 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 يعني حد ينكر ما من هو محمد أبو تريكة، وأحد أعظم لاعبي النادي الأهلي، ما حدش يقدر ينكر طبعا دي. لا ينكر ذلك إلا جاحد يعني. يبقى أنا إيه اللي مطلوب مني تجاه محمد أبو تريكة في حين إن هو عنده مشكلة ما؟ لا، لابد أن نتفق أن محمد أبو تريكة عنده مشكلة ما. هذه المشكلة حتى حلها ما حدش يقدر. محمد أبو تريكة هيتحلت خلاص يا باشمهندس، تقريبا هيتحلت. وأنا وجهة نظر الشخصية، نجم زي أبو تريكة وحجم أبو تريكة لازم النادي الأهلي يستفيد منه. ده وجهة نظر الشخصية. أنا أحترم وجهة نظرك الشخصية، بس أرجو أنه تعذروني من الإجابة عن هذا لأنه لا أستطيع. طبيعي جدا. طيب، هو أبو تريكة طبعا أمير القلوب يعني في كل أحواله، وفكرة أنه يستطيع أنه يجمع الناس، لكن يبدو أنه حضرتك بتقول الحساسيات اللي أثيرت فيما يتعلق بأبو تريكة.